طبيعي ومفهوم ومعروف ومقبول انه لما تبوظ في حته تبوظ في باقي الحتت، يعني حينما يفشل النظام في ان يرفع اي نظام يعني وياخذ مستوى البلد الى اسفل، فلابد ان يهبط معه كل شيء الى اسفل. اذا كانت السياسه اسفل فالاقتصاد الى اسفل الى اسفل. انا مش مستغرب الحقيقه الناس اللي عماله تتكلم على واحنا في الاولمبيات ومش عارف ايه. طب ما طبيعي حضرتك، ايه الصدمه؟ ما الذي النظام دولك او ضغطك؟ مالكم يا جماعه مصدومين؟ شقه في المركز، في المركز الاخير يا سيدي كانت بتلعب رمايه، لازم تبعت ايه بعصبيتك؟ ما انت مشقه، انت ايه يعني مشكلتك سياده النائب وسياده النائبه؟ لما تطلع في المركز الاخير عادي، لما منتخب السلاح يطلع في المركز الاخير ومال وسيد جميع، لما قال له صفر واحد صفر اخير اخير ما جراش حاجه، لما تاخد بعثه هي الاكبر في تاريخ مصر والعرب وكام يا عماد؟ 164 لاعب، 164 واحد، عايز ايه طيب تاني يعني؟ بعثه هي الاكبر من باكبر البعثه، وفي الاخر تمخض الجمل فولد ميداليه برونزيه، خدنا ميداليه وقلب الدنيا عليها يا رب. ده كلام في حين ان كان صهيون الذي يخوض حربا ضد عده في اليمن في لبنان منهم واحدة ذهب وأربعة فضة وواحدة برونز. إحنا بقى خدنا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خدنا ميدالية برونز. طبعًا النهاردة الحمد لله خدنا ميدالية كعرب، يعني أول ميدالية ذهبية يحصل عليها العرب النهاردة من لاعبة الجمباز الجزائرية، ودي ليها قصة وحكاية وحتى دي مش فرحين فيها، لأن هذه البنت كانت تلعب في منتخب فرنسا، بنت أمها فرنسية وأبوها جزائري، وبعدين كانت بتلعب في منتخب فرنسا وتعورت، فالفرنسيين قالوا لها لا مش هتلعبي تاني يلا امشي، طردوها، فأمها صممت على إنها تاخدها وتلعبها تاني، فخدتها وراحت بيها للجزائر والجزائر جابت بيها ميدالية. إحنا فاشلين في كل حاجة يا جماعة. جاتش على دي. مشهد العبقري في البطولة دي هو مشهد حصول العداءة بتاعت سانت لوسيان. سانت لوسيان دي أو سانت لوسيا دي جزيرة صغيرة جدا جدا في الكاريبي، دي واحدة زي قلت لكم، أنا حكيت لكم أكتر من مرة على الدول اللي بتدي جنسيات في الكاريبي، وقلت لكم إن أنا عرفت كل القصص دي عشان وأنا بدور على جواز السفر. دي واحدة لو جدع طلعها بالعين المجردة، لو أنت طالع الخريطة قدامك أهي، لو جدع طلعها بالعين المجردة، ده شوف الزملاء عاملين لك عليها مربع بالأخضر قد إيه وكبرين البنط بالأحمر قد إيه عشان تشوفها. هذه الجزيرة لا يتعدى تعداد سكانها 200,000 واحد. لا ما تقوليش حي مش حي، احنا عندنا امبابه ولا المطريه بالملايين، ده شارع. عدد سكان الجزيره 200,000، ومع ذلك فازت هذه الجزيره بميداليه ذهبيه، والبعثه بتاعتها كانت رايحه الاولمبياد بكام فرد؟ باربعه. اربع اشخاص جابوا ميداليه ذهبيه، و164 شخص جابوا ميداليه برونزيه. اوريكم الفيديو بتاع فرحه الناس وهي ازاي بتحصل
هذه المعجزة أن جزيرة بهذه الصغر تفوز على أمريكا الزعيم الأكبر في العالم. بصوا الفيديو. في معادلة سباق المئة متر عدوى للسيد، من حقك أن تفرح، من حقك أن تكون بهذا المستوى العالي لهذه الشابة البالغة من العمر 23 سنة، طولها 170 سنتيمتر، ما شاء الله عليك يا بنتي، ما شاء الله عليك. الثانية في الألعاب الأولمبية للشباب في بوينس آيرس في الأرجنتين، تخصص 100 و200 متر. الرابعة في بطولة العالم في بودابست 2023 بال 200 متر 22 ثانية 5% زون الثانية. الخامسة في سباق ال 100 متر في بودابست 2023 بطولة العالم ب 10 ثواني فاصلة 93% زون الثانية. أكبر وأهم إنجاز لها ذهبية هذا السباق. نعم أخي عثمان، هي قامت بسباق رائع انطلاقتها كانت قوية جدا عن باقي المتسابقات. كما قلت لك أخي عثمان، هذه البطلة كما نقول تطورها تدريجيا، تقريبا هذه السنة كانت فازت بعدة بطولات وحققت رقم جيد يقولها أنها تكون بطلة أولمبية. شوف الدولة هاي سانت لوسيا على الرغم من